يعطيكم ألف عافية. أنا بشرة كمان مرة بدي أشرح لكم هلأ محاضرة الإميونولوجيكال توليرانس والأوتو إميونيتي. خلينا نبدأ بمفهوم الإميونولوجيكال توليرانس. هلأ إيش يعني إميونولوجيكال توليرانس؟ هي عبارة عن الأنريسبونسيفنس تبعت الإميون سيستم لأنتيجين تعرض له الجسم من قبل. يعني بكل بساطة هي إنه جهازك المناعي ما يهاجم أنتيجين معين تعرض له من قبل. أوكي، هاي هي فكرتها. هلأ بحكي لكم إنه إذا بتتذكروا واحد من الفيتشرز المهمة في الإميون سيستم تبعتنا هي الميموري. الميموري إيش كانت الفكرة؟ إنه كان الجهاز المناعي تبعنا وبالحالة الطبيعية واللي بنعرفها إنه إذا تعرض لأنتيجين ورجع تعرض لهذا الأنتيجين كمان مرة، فالإميون ريسبونس رح تكون أقوى وأسرع ورح يقدر إنه يتخلص منه. تمام؟ أما في هاي الحالة فأنتوا اعكسوا الموضوع بالضبط. يعني الإميون تولرنس هي it relates in contrast to the situation، يعني عكس فكرة إنه يزيد الريسبونسيفنس، بالعكس. فريسبونسيفنس هون بيكون يا إما معدوم أو قليل جدا. تمام؟ هلا إحنا بنسمي الأنتيجين اللي بنعمل له إميونولوجيكال تولرنس بنسميه توليروجين. هلا إذا متذكرين الأنتيجين اللي كان يعمل إميون ريسبونس كنا نسميه إميونوجين. أما الأنتيجين اللي بيعمل عكس الإميون ريسبونس اللي بيخلي جهاز المناعة ما يعمل له رياكشن هو التوليروجين. تمام؟ هلا شو بحكي لكم؟ بحكي لكم طيب إحنا ليش بدنا سلف تولرنس؟ هلا بكل بساطة أنا متى بحتاج إني أنا ما أعمل رد فعل مناعي لأنتيجين معين؟ لما يكون هذا الأنتيجين سلف أنتيجين أو أنتيجين غير مضر أو مش هارمفول للجسم، أنا وقتها بحتاج إنه ما أعمل له رياكشن، ما أعمل له إميون ريسبونس. وبالتالي وجود السلف توليرنس بيحمينا من الأمراض اللي هي الأوتو إميون ديزيزز. فالأوتو إميون ديزيزز مشكلتها إنه جسمي قاعد بهاجم أنتيجين غير ضار. أوكي، هاي هي الفكرة. فخليكم فاهمين هاي القصة إنه إذا كان الإميونولوجيكال توليرنس عندنا في مشكلة، هذا الإشي رح يؤدي لأوتو إميون ديزيزز. تمام؟ أوكي، هلأ خلينا نعرف السلف توليرنس. السلف توليرنس هو الأبيليتي of the immune system to recognize self-produced antigens as a non-threat while recognizing other foreign antigens. يعني بكل بساطة self tolerance هو قدرة جهاز المناعة تبعك على إنه يتعرف على هذا الأنتيجين إذا كان self antigen ويعتبرها مو ثريت على الجسم، وإذا كان foreign antigen إنه يحاربه. تمام؟ هلأ بحكي لكم الـ basic principle is to recognize and inactivate lymphocytes clones which express receptors that recognize self antigens with high affinity. بحكي لكم فكرة self tolerance العامة اللي لازم تفهموها قبل ما تتعمقوا فيه، إنه إحنا إذا كان عندنا lymphocyte أو lymphocyte clone عندها self receptor، وهذا self receptor عنده high affinity، يعني بأي يعني هذا self receptor بيشبك مع self antigen بها هاي افينيتي، احنا بدنا نعمل له ان اكتيفيشن. بس بكل بساطه يعني بنتخلص من التي لمفوسايت اللي بتتعرف على سيلف انتيجنز بهاي افينيتي. تمام؟ اوكي، هلا في نوعين من التوليرنس. اول نوع اسمه السنترال توليرنس، وثاني نوع اسمه البريفيرال توليرنس. هلا احكي لكم شو الفرق بينهم. هلا السنترال توليرنس هو طبعا هو عباره عن انه بالضبط زي ما حكينا التعريف، هلا انه احنا نقتل الخلايا او نثبط الخلايا اللي عندها ريسبتر لسلف انتيجين. لكن السنترال توليرنس بيصير في البرايمري ليمفويد اورجانز واللي هم عباره عن الثايموس والبون مارو. اما البريفيرال فبيصير بالاورجانز الثانيين اللي هم مش برايمري. تمام؟ فالسنترال توليرنس هو عبارة عن التوليرنس اللي بنعرفه السلف توليرنس، لكنه بيصير في البرايمري ليمفويد اورجانز اللي هم الثايموس والبون مارو. اما البريفيرال توليرنس فبيصير باي اورجان اخر. تمام؟ طيب سؤال، هلا بدي اذكركم بشغله. هلا احنا كنا ننتج خلايا المناعه في الثايموس والبون مارو، وننتجها في البون مارو، واللي بتتميز في الثايموس اسمها التي سيلز، واللي بتتميز في البون مارو اسمها البي سيلز، صح؟ هلا اسالكم سؤال، هل هدول الخلايا الموجودين هلا في الثايموس او البون مارو هل هم ماتشور ولا ام ماتشور وليش؟ هلا اذا بتتذكروا ايش يعني ماتشور سيل، ماتشور سيل يعني هاي الخليه تعرفت على ريسبتر الخاص فيها، ولما تعرفت عليه تمايزت وعملت بروليفريشن وصار لها اكتيفيشن وعملت ضده اميون ريسبونس. اما اذا كانت هاي الخليه ام ماتشور فهي لسه ما لقت الانتيجين اللي هي عندها ريسبتر مخصص له. تمام؟ فهاي هذا هو الفرق. فالسنترال توليرنس بتكون اكيد 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 السيل الموجودة فيه إما تشور. ليه؟ لأنه هذا هو مكان إنتاجه، يعني هو لسه ما راح على المنطقة اللي راح يلاقي فيه الأنتيجين المخصص للريسبتر تبعه. تمام؟ أما البريفيرال توليرنس فهو برا البرايمري ليمفويد أورجنز، وبالتالي الخلايا هون بتكون ماتشور سيلز. تمام؟
اوكي هلا بدنا نحكي عن الطرق اللي بيصير فيها السنترال توليرنس والطرق اللي بتصير فيها البريفيرال توليرنس. هلا السنترال توليرنس بتشيل وبتتخلص من السلف رياكتيف ليمفوسايتس عن طريق ثلاث طرق، تمام؟ هم الابوبتوسيس، الريسبتور بايند اديتنج، او الديفلوبمنت اوف تي ريجولاتوري سيلز. اما البريفيرال توليرنس فبتتخلص عن من السلف رياكتيف ليمفوسايتس بثلاث طرق، هم الابوبتوسيس برضه، الانرجي او الانرجي، والسبريشن. هلا عشان تفهموهم احسن اطلعوا على هاي الرسمه الموجوده هون. هلا شايفين هذا اللون الاغمق بفرجيكم السنترال توليرنس، بيقولكم انه احنا هون بيكون عندنا ليمفويد بريكيرسر في اماتشور ليمفوسايت، احنا هلا بالبون مارو او بالثايمس. اذا هاي الخليه تعرفت على سلف انتيجين، يا اما طبعا احنا اكتشفناها عرفنا انه هي بتهاجم سلف انتيجين فبنعملها ابوبتوسيس يعني بنقتلها، هذا اول طريقه. ثاني طريقه مخصصه بالبي سيلز. هلا بحكي لكم البي سيلز احنا بنحبها اوكي ما بدنا نقتلها. هلا اذا تعرفت على سلف انتيجين شو بنعمل؟ بنحكي لها اوكي بدنا نعطيكي فرصه ان احنا نضبط الريسبتر تبعك وتبطلي تتعرفي على سلف انتيجين، تمام؟ فبنعمل ريسبتر اديتنج للبي سيل وبنقولها خلص انت صرتي كويسه وما رح نقتلك، تمام؟ اما اذا الاديتنج هذا ما زبط ورح نقتل الخليه وقتها، تمام؟ اذا البي سيلز احنا بنعملها ريسبتر اديتنج. اما التي سيلز شو بنعملها؟ التي سيلز اذا كانت ريكوجنايز السلف انتيجين ممكن بدل ما احنا نقتلها ان نحولها لتي ريجولاتوري سيل، تمام؟ بس هذا الحكي بس بصير مش بس للتي سيل، للتي هيلبر على وجه الخصوص يعني بس للسي دي 4 بلس تي سيلز، تمام؟ فيا اما بنعملها ابوبتوسيس يا اما ريسبتر اديتنج اذا كانت بي، اما اذا كانت تي هيلبر فبنحولها لتي ريجولاتوري سيل، تمام؟ اما في حاله البريفيرال توليرنس اللي هو برا الليمفويد اورجانز بحكي لكم بنعملها انرجي هلا او انرجي. هلا رح نشرحها ونتعمق فيها، بس الانرجي هي عباره عن انه هاي الخليه بطلت تعمل اي ريسبونس، صارت ان ريسبونسيف سيل اوكي خلص ما بتعمل استجابه، بتتعرف على الانتيجين بتتعرف على السلف انتيجين بس خلص ما بتعمل اي رياكشن له، وبالتالي هيك احنا خلصنا من المشكله. ثاني طريقه انه احنا نعملها ابوبتوسيس يعني نقتلها زي الطريقه الاولى. ثالث طريقه شايفين التي ريجولاتوري سيل اللي استخدمناها اللي حولنا تي هيلبر لها، هاي تي ريجولاتوري سيل رح نستخدمها في انها تعمل سبريشن للخلايا الموجوده في البيريفري، تمام؟ فاحكي لكم كيف تتذكروهم. التعديل والديفلوبمنت اوف تي ريجولاتوري سيلز بيصيروا في مكان الانشاء، لان احنا بمكان الانشاء في البرايمري اورجانز بنعدل وبنظبط وبنعمل، اما برا البرايمري اورجانز ما رح نظبط، يا اما بنعملها انرجي يا اما بنقتلها يا اما بنعملها سبريشن عن طريق التي ريجولاتوري سيلز، تمام؟ هلا بحكي لكم with central tolerance the antigens presented to immature lymphocytes are dealt with as self antigens، تمام؟ بحكي لكم في حالة السنترال توليرنس هدول الانتيجنز احنا بنتعامل معهم على شكل سلف انتيجنز. طب ايش الطريقة اللي متخلص فيها من السلف انتيجنز بالضبط؟ هي النيجاتيف سيليكشن. هلا احنا حكينا هذا الاشي قبل صح؟ متذكرين؟ حكينا انه إذا كانت عندي خلية وهاي الخلية عندها سلف أنتيجين فإحنا بنعملها نيجاتيف سيليكشن يعني بنعملها أبوبتوسيس، تمام؟ هاي واحدة من الطرق اللي حكينا عنها. Those antigens may be either expressed locally أو بالبرايمري lymphoid organs أو imported after their capture from the periphery. إيش يعني؟ بحكي لكم طب هدول الأنتيجينز من وين جبناهم؟ يا إما هدول الأنتيجينز كانوا أصلاً local في البرايمري lymphoid organs أو إجوا من البيريفري على البرايمري lymphoid organs، تمام؟ عشان يصير لهم development يعني، تمام؟ أما بالperipheral tolerance فبحكي لكم السلف انتيجين استنوا احكي لكم اياها بطريقه ثانيه. متى احنا بنعمل بيريفيرال توليرنس؟ يعني سؤال، هلا انتوا عارفين انه السنترال توليرنس هو يعني ليش ما يكون كافي انه انا اتخلص من السلف رياكتيف تي سيلز؟ ليش والبي سيلز والليمفوسايتس ليش انا بحتاج للبيريفيرال توليرنس؟ صح يعني لما تفكروا فيها رح تقولوا طيب ممتاز، هلا احنا موجودين بالبرايمري ليمفويد اورجانز، اذا صار مشكله بنتخلص منها وخلص، ليش في كمان توليرنس بالبيريفري؟ بحكي لكم طيب هذا الشيء بيصير لما مثلا احنا عملنا خليه وكان عندها سلف ريسبتر بس الجسم ما عرف انه عندها سلف ريسبتر. ليه؟ لانه سلف انتيجين تبعها اصلا مش بالبرايمري ليمفويد اورجان، فكيف رح يعرف؟ صح، كيف رح يعرف انها اوتو رياكتيف؟ فاذا كان السلف انتيجين نفسه مش موجود في البرايمري ليمفويد اورجان، او مثلا انه ما صار له اكسبريشن في الادلت لايف، يعني صار بعد سوري ما صار له اكسبريشن في حاله الفيتس، صار له اكسبريشن لبعدين لبعد الماتوريتي، وبالتالي هو ما كان موجود لما احنا صنعنا هاي الخلايا، عشان هيك احنا بنحتاج لبيريفيرال توليرنس. حكينا كيف نتخلص من هاي
المشكلة عن طريق الأبوبتوسيس، عن طريق الأنرجي أو الأنرسبونسيفنس، وعن طريق السبريشن عن طريق التيريجولاتوري سيلز. وهون ضاف الدكتور عليها واحدة وهي السيكوستريشن. هي كتير بسيطة، أوكي، هي بس عبارة عن إنه شايفين الخلايا اللي عندها اللي هي شو كيف بدنا نحكيها، هاي الخلايا اللي عندها أوتوري أكتيفيتي والخلايا اللي بتتعرف على سيلف أنتيجين وبتحاربه، بكل بساطة بنمسكها وبنحبسها في الإميون بريفيليجد أرياز، تمام؟ خلص بعدناها عن الإميون سيستم، وبالتالي خلص تخلصنا من مشكلتها، تمام؟ هاي ضافها على البريفيرال توليرنس، فكونوا عارفينها. بعدين عندكم التي سيل توليرنس. هلا رح نمسك التي سيل لحالها وندرس التوليرنس تبعها، وبعدين رح نمسك البي سيل ندرس التولرنس تبعها، تمام؟ بحكي لكم زي ما حكينا قبل شوي، السنترال تولرنس بيصير على الامتشور، اما البريفيرال تولرنس فبيصير على المتشور، تمام؟ رح نحكي عن كل طريقه ذكرناها ونوضحها، تمام؟ هلا بحكي لكم زي ما قلنا انه خلال تطور التي سيلز في الثايمس بيصير شغله زي ما قلنا قبل شوي اسمها نيجاتيف سيلكشن، تمام؟ النيجاتيف سيلكشن هاي هي عباره انه احنا نتعرف على الخليه اللي كانت سيلف رياكتيف ونقتلها، نعملها ابوبتوسيس، تمام؟ هذا الاشي بيكون في حالة الديفلوبمنت، لسه الخلية قاعدة تتطور، يعني وين؟ يعني سنترال توليرانس، صح؟ فبحكي لكم هذا الاشي بيصير لدبل بوزيتيف سيلز وكمان بيصير لسنجل بوزيتيف تي سيلز. ايش يعني دبل بوزيتيف وايش يعني سنجل بوزيتيف؟ خليني اذكركم. هلا هذا بنرجع فيه لمحاضرة تكون التي سيلز. هلا لما كانوا التي سيلز يتكونوا كان يكون عندهم تو ريسبترز، واحد سي دي 4 بلس وواحد سي دي 8 بلس، وبعدين واحد منهم يروح ويضل منهم واحد فيصير اسمها سنجل بوزيتيف. فدبل بوزيتيف هي نوع من الخلايا اللي عندها تو ريسبترز، عندها سي دي 4 بلس وسي دي 8 بلس. يعني لو ضلوا طبعا هذا الشيء ما رح يصير، رح تكون سايتوتوكسيك مع هيلبر بنفس الوقت، وهذا الشيء مستحيل، تمام؟ فبحكي لكم انه بكل بساطه الكلونال سيلكشن بيصير على الدبل بوزيتيف بالكورتكس وبيصير على السنجل بوزيتيف في الميدلا، تمام؟ احكيكم كيف تتذكروا انه الدبل بوزيتيف في الكورتكس والسنجل بوزيتيف في الميدلا. احنا كل ما اتجهنا اعمق بنروح على منطقه صارت فيها ستيب اعلى، يعني صارت فيها تمايز، صار فيها تخلص من الريسبتر الثاني. فالكورتكس بيجي قبل الميدلا، وبالتالي الكورتكس هو اللي فيه الدبل بوزيتيف تي سيلز وهو اللي بيصير فيه كلونال سيلكشن لهم، اما السنجل بوزيتيف تي سيلز فبنعمل لهم كلونال سيلكشن في الميدلا، تمام؟ ان شاء الله انه تكون واضحه، هي كتير بسيطه، اوكي. هلا بحكي لكم انه تمام، هذا الاشي صار في حاله التطور، خلص احنا احنا عملنا الخلية وتخلصنا من الأوتوري أكتيف تي سيلز، لكن في خلايا بتنفض، تمام؟ في خلايا ما بصير لهذا الإشي، دائما في نسبة للخطأ في جسمنا. فبحكي لكم لما يصير في تعرف وريكوجنيشن، يعني لما يجي الـMHC كومبلكس يربط مع الأنتيجين، يا إما بصير في سترونج سيجنال ويا إما بصير في سلايتلي ويكر سيجنال، خلية قوية سيجنال إشارة قوية أو إشارة ضعيفة. هلا بحكي لكم لما يصير حالة ريكوجنيشن، السترونج سيجنال هاي بتأدي للديليشن للسيجنال للتي سيل كلون كامل. إيش يعني بكل ببساطة؟ يعني انه اذا كانت هاي الخلية اوتو رياكتف وبتتعرف على سلف انتيجين واعطتنا سترونج سيجنال، الحل تبعنا هو نحن نقتل كل التي سيل كلون هذا، نعمل له كله ابوبتوسيس، تمام؟ بيقول لك انه اذا كانت السيجنال شوي اضعف او سلايتلي ويكر فرح نحولها لتي ريجولاتوري سيلز. يعني خليني ارجع لكم لهون، شايفين لما درسنا هاي الرسمه وحكينا عن عمليه التطور، شوفوا هلا اذا الخليه هاي عملت ريكوجنيشن لسلف انتيجين وكانت سترونج سيجنال، اللي راح يصير هو ابوبتوسيس هاي، تمام؟ اما اذا كانت هاي الحاله انه صار في ويك سيجنال، فاحنا شو بنعمل له؟ بنحوله لتي ريجولاتوري سيل، تمام؟ تذكروا هاي المعلومة، إذا strong signal apoptosis، أما إذا weak signal فمنحولها ل T regulatory cell، تمام؟ اوكي هلا بحكي لكم طيب شو هو التي ريجولاتوري سيل. التي ريجولاتوري سيل حكينا عنها قبل وذكرناها بالمحاضره الاولى، هي عباره عن خلايا، هاي الخلايا اللي بتعمله هو انها بتعمل سبريشن للاوتوري اكتيف تي سيلز، بتتحكم بتنظم جهاز المناعه، من اسمها اتز تي ريجولاتوري. وزي ما انتم عارفين هاي التي ريجولاتوري سيلز زي ما حكينا بالرسمه بتروح على البريفري، بتروح على المناطق البريفرال وبتحارب الاوتوري اكتيف تي سيلز، تمام؟ فاحنا هيك حولناها لصالحنا اذا كانت اشارتها ضعيفه، اما اذا كانت اشارتها قويه خلاص دغري بنقتلها، تمام؟ اوكي تمام. هلا بحكي لكم انه تي ريجولاتوري سيلز كان ديفلوب فروم ذا فولوينج، يعني بيجوا من هدول الاشياء. طيب اوكي ركزوا على هذا الاشي، عندي ثلاث حالات بتادي لتي ريجولاتوري سيل. اول حاله حكينا عنها قبل شوي، حكينا انه اذا كانت الاشاره مو كتير قويه رح نعمل تي ريجولاتوري سيل، هاي الحاله الاولى. بحكي لكم الحاله الثانيه، لما يكون عندي انتيجين بريزنتينج سيل وهاي الانتيجين بريزنتينج سيل عندها سيلف انتيجين اتش ال اي كومبلكس، يعني بتتعرف على سيلف انتيجين، اذا لقينا انتيجين بريزنتينج سيل تتعرف على سلف انتيجين دغري رح نحولها لتي ريجولاتوري سيل او عن طريق السيتوكاينز، تمام؟
الكلونال ديليشن. تمام، هلأ بدنا نشرح فكرة الأنرجي. هلأ قبل شوي قلت لكم إنه رح نتعمق فيها، وحكينا إنها بكل بساطة عبارة عن حالة من الأنريسبونسيفنس، يعني إنه الخلية هاي بتتعرف على السلف أنتيجين لكنها ما بتحاربه أبدا. تمام، فبحكي لكم إنه زي ما حكينا بالمحاضرات القبل، حتى هاي حكينا عنها محاضرة 9، حكينا إنه خلية التي سيل عشان تقدر إنها تتنشط بتحتاج لتو سيجنالز. السيجنال الأولى إنها تتعرف على الأنتيجين، يعني ترتبط على HLA antigen complex، والسيجنال الثاني انها تيجيها كوستيمولي. تمام، واذا بتتذكروا هاي الكوستيمولي كانت تيجي من الارتباط بين CD28 مع B7، صح؟ فكنا نقول انه اذا عندي CD28 وربطت مع B7-1 او B7-2 هذا الاشي رح يعمل السكند سيجنال، وبالتالي رح ينشط التي سيل. هلا بكل بساطه احنا ايش بنعمل في حاله الانرجي؟ احنا بنخليها لسه تتعرف، يعني لسه في فيرست سيجنال، اما السكند سيجنال غير موجوده. تمام، ما في سكند سيجنال، احنا بنعمل طريقتنا ان احنا نتخلص من هاي السكند سيجنال، وبالتالي بتصير هاي الخليه انريسبونسيفنس، ما بيكتمل تحفيزها فما بتقدر انها تشتغل. تمام، هلا بحكي لكم انه هي قاعد بذكركم، بقول لكم اللي حكينا قبل شوي، بحكي لكم ان الكوستيميوليشن بيجي من ارتباط بين السي دي 28 مع البي 7 او بي 1 او بي 72، واللي حكينا عنه قبل شوي قبل هذا اسمه تو سيجنال هايبوثيسيس، انه احنا بنحتاج اشارتين مشان نحفز التي سيل. هلا بحكي لكم انه الانرجي او الفانكشنال انريسبونسيفنس بتصير لما الفيرست سيجنال از تريجرد، يعني الفيرست سيجنال شغاله لكن ما في سكند سيجنال. تمام، اوكي، هلا انتوا انسوا كل شيء حكيناه قبل شوي. هلا سؤال، لو انا بدي اعمل انرجي، تمام، يعني ايش بدي اعمل؟ يعني بدي يكون ما في سكند سيجنال، شو الاشي اللي لازم اعمله؟ بكل بساطه لازم ما اخلي يصير في كوستيمولاتوري موليكيول يرتبط مع الكوستيمولاتوري ريسبتر، صح؟ يعني ما بدي اخلي بي 7 وسي دي 28 يلتقوا، صح؟ يعني هذا الاشي المنطق عشان انا اتخلص من الكوستيمولاتوري سيجنال، وهذا الاشي اللي بيصير. فبحكي لكم الانرجي كان بي دون باي تو ويز. اوكي، اول واي هي ان احنا نعمل بلوكج للتي سي ار انديوسد سيجنال ترانسدكشن. بحكي لكم الطريقه الاولى انه انا اروح على التي سيل. هلا التي سيل طبعا في التي سي ار كومبلكس عنده سايتوسوليك كومبوننتس. ايش يعني سايتوسوليك كومبوننتس؟ يعني في ريسبتر، هذا الريسبتر في منه جزء داخلي، هذا الجزء الداخلي بيسمح للسيجنال ترانسدكشن، بنمسكه وبنقطعه. تمام، هاي اول طريقه. اذا اول طريقه ان احنا نعمل ايش؟ نعمل بلوك للتي سي للسيجنال ترانسدكشن عن طريق ان احنا نقطع السيتوسوليك كومبوننت. هاد ثاني طريقه انه احنا نضعف الاميو ريسبتر سيجنالينج، نعمل اضعاف للاميو ريسبتر سيجنالينج بطريقتين، يا اما عن طريقه اليوبيكويتينيشن اللي حكينا عنها قبل، اذا يا اما ان يعني نستخدم يوبيكويتين بروتين نغطيه ونمنعه من انه نمنع من الاتاتشمنت، يا اما ان نعمل نشغل الانهيبيتر ريسبترز. مين هم؟ السي تي ال اي 4 او البي دي 1 اللي حكينا عنهم قبل. يعني بكل بساطة هدول إيش بيعملوا؟ طبعا رح نتعمق فيهم، بس هم صح بي 7 بتشبك مع سي دي 28، هدول بيروحوا بحكوا لبي 7 لسي دي 28 روحي احنا رح نشبك مع بي 7. لما يشبكوا مع بي 7 بدل ما يحفزوا الاستجابة المناعية بثبطوها، وهي الطريقة المنطقية اللي حكينا عنها انه احنا بدنا نمنع الاتصال بين البي 7 والسي دي 28. تمام، اذا بكل بساطة خلينا نعيد بسرعة، الانرجي هو عبارة عن وجود السيجنال الاولى بدون وجود السيجنال الثانية، بيصير عن طريق اشيين، يا اما نعمل بلوكج للتي سي ار انديوسد سيجنال ترانسدكشن عن طريق ان نقطع السيتوسوليك كومبوننت من التي سي ار، ويا اما ان نعمل اتينيويشن للاميو ريسبونس سيجنالينج، يا اما عن طريق اليوبيكويتينيشن او عن طريق الاكتيفيشن اوف انهيبيتر ريسبترز. تمام، هلا رح نحكي عن السي تي ال اي 4 والبي دي 1. هلا اذا بتتذكروا هدول الاثنين هم كانوا بياخذوا محل السي دي 27، بيرتبطوا مع البي 7 وبيأدوا لإنهيبيشن بدال ما يأدوا لكوستيميوليشن. تمام، فبحكي لكم إن هم إيش بيعملوا. خلينا نبلش بسي تي ال اي 4. بحكي لكم السي تي ال اي 4 inhibits co-stimulation through competing with السي دي 28، يعني بتنافس مع السي دي 28 بالارتباط مع البي 7. أوكي، تنافس معه وحكى له روح، طبعا هو عنده higher affinity منه فبيفوز عليه، فبيروح بيرتبط مع البي 7. تمام، لما يرتبط مع البي 7 شوفوا اللي رح يصير، طلعوا على هاي الرسمة. الرسمة الأولى بتفرجيكم الكوستيميوليشن والتيس الأكتيفيشن. استنوا أطول الألم. أوكي، الرسمة الأولى بتفرجيكم إنه شوفوا عندكم هنا أنتيجين بريزنتينج سيل ربطت مع التيس، هاي السيجنال الأولى. السيجنال الثاني هي ارتباط البي 7 مع السي دي 28، هون رح يصير كوستيميوليشن. بالحالة الثانية اللي إحنا بدنا إياها بيجي السي تي ال اي 4 بيتنافس مع السي دي 28 وبيرتبط بداله مع البي 7. لما يعمل هيك، صح ارتبط مع البي 7، بياخده من محله وبيبلعه، يا حرام، هيك بياخده وبيدخله جواته بيعمل له اندوسايتوسيس. تمام، فهو فعليا شو عمل؟ أخذ كل البي 7 ودخلها لجوا. تمام، طب ليش عمل هيك؟
عمل هيك لما دخل البي 7 لجوا، هو هيك خلاها ان افيلبل انها ترتبط مع السي دي 28. يعني بكل بساطه حكى لها يلا فوتي دخلها عن السطح ودخلها لجوا، وبالتالي عمل ليميتنج للافيلابيلتي اوف بي 7 مولكيولز، فادى للانرجي. كيف ادى للانرجي؟ اكيد ما احنا منعنا الكوستيميوليشن صح. اما الثاني اللي هو بي دي 1، هلا بي دي 1 هو شغله فوسفاتيز اكتيفيتي. هلا احكي لكم شو الفكره. بحكي لكم انه احنا حكينا بمحاضرات صارت قبل انه احنا بالعاده بننشط الاميو ريليتد ريسبترز ومعظمهم وكثير منهم عن طريق ان نضيف لهم فوسفات. فبيجي بي دي 1 فوسفاتيز يعني بيشيل الفوسفات، فبيعمل انهيبيشن لهدول الريسبترز. وبحكي لكم بي دي 1 اكتيفيشن بيصير عن طريق انه يعمل بايندينج مع البي دي ليجند 1 او البي دي ليجند 2 الموجودين على الانتيجين بريزنتنج سيل او اذر تيشوز. اذا عندنا سي تي ال اي 4 وبي دي 1. سي تي ال اي 4 بيرتبط مع البي 7 وبيعمل له اندوسايتوسيس، وبالتالي بيخليه غير موجود على السطح، فبيعمل ليميتنج للافيلابيليتي تبعته. ثاني واحد هو البي دي 1 فوسفاتيز اللي هو بيعمل انهيبيشن لهدول الريسبترز. تمام. هلا بحكي لكم بهاي الرسمه بس بدنا نفهمكم بسرعه ونعمل زي هيك سمري سريع عن كيف بيكون النورمال ريسبونس بدون ما احنا نعمل انرجي وريسبونس بعد ما نعمل انرجي. طلعوا عليها وتذكروا كل شيء هيك ان شاء الله عشان توضح الصوره 100%. وهذا هو النورمال ريسبونس. زي ما انتم شايفين في تو سيجنلز، السيجنال الاولى صارت بسبب ارتباط الانتيجين على الام اتش سي كومبلكس مع الريسبتر على الخليه، هاي سيجنال 1. سيجنال 2 صارت بسبب ارتباط البي 7 مع السي دي 28. تمام. وبالتالي اللي صار هو تي سيل بروليفريشن ديفرنشيشن، وصار في ريسبونس طبيعي. هاي الحاله الطبيعيه. اما في حاله الانرجي، في حاله انه احنا بدنا نمنع الريسبونس، اللي صار هو انه عملنا سيجنالينج بلوكج او حطينا انهيبيتوري ريسبترز. كيف عملنا سيجنالينج بلوكج بالمرحله الاولى؟ انه احنا قطعنا السيتوسوليك كومبوننتس وبالتالي منعنا الكوستيميوليشن انه يصير. اما بالحاله الثانيه باستخدام السي تي ال اي 4 او البي دي 1، فصار عندنا ان ريسبونسيف او انرجيك سيل. تمام. هاي هي الفكره كامله. هلا خلينا نحكي عن التي ريجولاتوري سيلز واللي حكينا عنهم كتير قبل صح. هلا بحكي لكم انه التي ريجولاتوري سيلز هم عباره عن تي هيلبر سيلز. احنا حكينا طب ليش هم بس تي هيلبر سيلز صح. هلا حكينا انه تي هيلبر سيلز اللي بيكونوا مو شغالين كويس وبيكون عندهم نوت فيري سترونج سيجنال بنحولهم لتي ريجولاتوري سيلز، فمعناته هم عباره عن تي هيلبر صح. هدول التي هيلبر بيفرقوا انهم بيعملوا سبريسنج للاميو ريسبونسز. تمام. هلا هذا كتير مهم. هلا بيقولكم انه تي ريجولاتوري سيلز في عندها هاي ليفل من شغلتين مهمين جدا. اول إشي هو السي دي 25 واللي له اسم تاني انترلوكين 2 ريسبتر الفا تشين. تاني إشي الفوكس بي 3 أو الف أو إكس، خلينا نحكي عنه فوكس بي 3 أوكي. إذا عندنا انترلوكين 2 ريسبتر اللي هو سي دي 25 وفوكس بي 3، هدول التنين بيكون نسبتهم عالية في التي ريجولاتوري سيلز. تمام. طيب هلا بحكي لكم احنا عندنا نوعين من التي ريجولاتوري سيلز، عندنا ثايميك او ناتشورال تي ريجولاتوري سيلز وعندنا بيريفيرال. تمام. واحده منهم مبينه انها تكونت في الثايمس وواحده مبينه انها ما تكونت في الثايمس، تكونت في البيريفيرال تيشو يعني من الاسم صح. فبحكي لكم كيف هاي اللي تكونت في الثايمس. حكينا هاي اللي تكونت في الثايمس صار انه اشاره سيجنال ما كانت سترونج انف، وبالتالي حولناها لتي ريجولاتوري سيل. هاي تي ريجولاتوري سيل الاولى اللي هي الثايميك وهي فعليا اللي ذكرناه. النوع الثاني هو البريفيرال تي ريجولاتوري سيل، هذا له اسم ثاني الادابتيف او انديوسبل، هذا بيصير في البريفيرال تيشو وهذا بيصير بسبب عدم وجود سترونج انت ريسبونس. تمام. ما في كوستيميوليترز. تمام. اذا الاولى صارت بسبب انه كان في سيجنال لكنها ما كانت قوي زياده وصارت في الثايمس، اما البريفيرال فصارت بالبريفيرال تيشوز من اسمها وصارت بسبب عدم وجود سترونج انت ايمي ريسبونس وعدم وجود كوستيميوليشن يعني عدم وجود سكند سيجنال. تمام. اوكي. هلا بحكي لكم بهاي الرسمه الموجوده هون الثايمس راح الثايمس بيطلع منه التي ريجولاتوري سيلز والمناطق الثانيه اللي هي البريفري، وفرجاكم مثال عليها الليمف نود برضه بيطلع منها التي ريجولاتوري سيلز. طلعوا على رسمه كتير بتوضح لكم الفكره للي حس حاله انه مو فاهمها كويس. هي الثايمس وهون عندي التي ريجولاتوري سيلز، التي هيلبر سيلز لما تعرفوا على سيلف انتيجين وما كانت الاشاره قويه كفايه حولناهم لتي ريجولاتوري سيلز. هي الليمف نود برضو تعرفت على سيلف انتيجين وما كان في كوستيميولر موليكيول او ما كان في انت ايمي ريسبونس، وبالتالي حولناها لتي ريجولاتوري سيلز. شو وظيفتها؟ وظيفتها انها تعمل انهيبيشن للتي سيل ريسبونسز وتعمل انهيبيشن لاذر سيلز مثل الافكتر تي سيلز ومثل الناتشورال كيلر والبي
تمام. فالتي ريجيولاتوري كمان بتعمل انهيبيشن للناتشرال كيلر والبي سيلز، تمام، ركزوا على هاي المعلومه. طيب ايش هم الفاكتورز اللي بيزيدوا التي ريجيولاتوري سيل فورميشن؟ اول واحد هو تي جي اف بيتا او ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، بعدين عندكم الانترلوكين 9 وعندكم ريتينويك اسيد. اذا التي ريجيولاتوري سيلز فيها كميه عاليه من شغلتين، هم السي دي السي دي 25 و او الفوكس بي 3، هدول هي الاشياء الموجوده فيها واللي ات اكسبريسز هاي ليفلز اوف ذم. وعندكم فاكتورز بتؤدي للفورميشن تبعها وبتزيد انتاجها، هم الانترلوكين 9 واللي حكينا عنه كتير بمحاضرات قبل وربطناه بشكل مباشر مع التي ريجولاتوري سيل، والتي جي اف بيتا وريتينوميك اسيد، تمام. هلا هون بحكي لكم طيب كيف التي ريجولاتوري سيل بتشتغل. يا اما بتشتغل بطريقه سيل اكسترنسك واللي هي بكل بساطة إنها بتعتمد على CTLA4. كيف بتعتمد على CTLA4؟ خلص في على سطحها CTLA4، هذا CTLA4 بيروح بيبتلع B7، حكينا بيعملها endocytosis وبالتالي بيقلل وجودها. تاني إشي تاني إشي كتير مهم الانترلوكين 9 consumption. هلا بتيجي التي ريجيولاتوري سيل بتستخدم الانترلوكين 9. طب سؤال كيف عرفنا؟ صح هلا حكينا انه الانترلوكين 9 بيعمل انهانس للفورميشن تبعها، هلا معناتها بتستخدم انترلوكين 9. هلا الانترلوكين 9 مش بس بيعملها هي فورميشن، بيعمل فورميشن لاذر سيلز، فهي استخدمته وخلصته، كانت انانيه وخلصته وبالتالي منعت خلايا المناعه منه وبالتالي هم ما تنشطوا، تمام. فهي طريقه من طرقها في انها هي تثبط المناعه، تمام. او بحكي لكم التي ريجيولاتوري سيلز بتطلع اميونوسبريسيف سايتوكاينز، مين هم؟ بنعرفهم من زمان، اللي هم التي جي اف بيتا والانترلوكين 10. هدول لا تنسوهم اذا ما كنتوا حافظينهم، عندنا انترلوكين 10 وتي جي اف بيتا، هدول السايتوكاينز هم انهيبيتوري سايتوكاينز، تمام. التي جي اف بيتا شو بتعمل؟ التي جي اف بيتا ركزوا انه ايش الاشياء اللي بيعملوها. التي جي اف بيتا انهيبيتس الماكروفاج اكتيفيشن و بروموتس التي ريجيولاتوري و اي جي اي فورميشن از ويل از تيشو ريبير، تجديد الخلايا. اما انترلوكين 10 بتشتغل على الدندريتك سيلز والماكروفاجز، بتعمل منع لإفراز الانترلوكين 12 وبالتالي إفراز الانترفيرون جاما، لأنه انترلوكين 12 لما يطلع بيؤدي لتمايز نوع من الخلايا وهاي الخلايا بتفرز انترفيرون جاما، فإذا إحنا منعنا تكون الانترلوكين 12 وبالتالي أدينا إلى أنه ما في انترفيرون جاما، تمام. وكمان بتمنع الـ MHC class 2 molecules، وزي ما بتعرفوا هدول التي هيلبر سيلز بيحتاجوهم جدا في التعرف. وكمان بتعمل inhibition للكو stimulators، تمام. خلينا نعيد الفكرة بسرعة، كيف بتشتغل التي ريجيولاتوري سيلز؟ الأولى سيل إكسترنسك ميكانيزم عن طريق الـ CTLA4، تاني إشي إنها بتخلص كمية الانترلوكين 2 وبالتالي بتحرم خلايا المناعة منها، وتالت إشي بتعمل production لأميونوسبريسيف سايتوكاينز مثل التي جي اف بيتا والانترلوكين 10. التي جي اف بيتا بيؤدي لإنهيبيشن أوف ماكروفاج أكتيفيشن، وكمان بيؤدي لإفراز التي ريجيولاتوري سيلز والآي جي اي والتيشو ريبير. أما الانترلوكين 10 فبيؤدي لأنه بيعمل inhibition للformation of interleukin 12 و MHC2 و co-stimulators، تمام؟ اوكي هلا بدنا نحكي عن السيل انترنسيك فيرسز السيل اكسترنسيك ميكانيزمز اوف اكشن للسي تي ال اي 4. كثير الفكره بسيطه كثير كثير كثير، يعني هي بس عباره عن انه بحكي لكم ممكن السي تي ال اي 4 تشتغل جوا الخليه وممكن تشتغل برا الخليه، تمام. بالحالتين السي تي ال اي 4 بتربط مع البي 7 وبتدخلها لجوا وبتمنع السي دي 28، يعني الحالتين بيؤدوا لنفس النتيجه. بس بكل بساطه بالسيل انترنسيك هاي الخليه نفسها اللي تعرفت على الاتش ال اي انتيجين كومبلكس نفسها عندها سي تي ال اي 4. اما بالحاله الثانيه الخليه هاي ما عندها سي تي ال اي 4 وبالتالي رح تحتاج لتي ريجولاتوري سيل. عشان هيك لما حكينا هون عن السي تي ال اي 4 حكينا سيل اكسترنسيك بس، ليه؟ لانه في حاله السيل انترنسيك الخليه ما بتحتاج السي تي ال اي 4 الموجود على التي ريجولاتوري سيل لانها اصلا عندها اياه، تمام. الاميونوجينيسيتي هي عباره عن انديوسينج للاميون ريسبونس، يعني تسبيب الاميون ريسبونس. اما التوليروجينيسيتي هي عباره عن انهيبيتنج ذا اميون ريسبونس، وتذكروها من كلمة إميونوجين وتوليروجين، تمام؟ هذا التابل مهم جداً لكنه مو صعب، يعني كتير بينفهم. هلأ هون بده يقولكم إنه إحنا عندنا features that favor stimulation of immune responses و features that favor tolerance. هلأ هون رح نحكي عن شغلات بتأدي لل stimulation of immune response لتحفيز الاستجابة المناعية، وبعدين رح نحكي عن features that favor tolerance يعني بحفزوا المقاومة أو إنه tolerance إنه عدم الاستجابة المناعية. بحكيكم أول إشي إذا كانوا هدول الانتيجنز short-lived
يعني جايين على هاي المنطقة وما بيجوا عليها كتير ما بيطولوا فيها، يعني فورن أنتيجنز بالعادة دغري رح يحفزوا الاميون ريسبونس لإلهم. أما إذا كانوا دائما موجودين في الجسم فأكيد جسمنا ما رح يعملهم رد فعل، تمام؟ بكل بساطة إذا كان عندك أنتيجن بيطول كتير بالجسم هذا الإشي رح يخليك ما تعمل استجابة مناعية، أما إذا كان شورت لايفد بالتالي أنت رح تعمل استجابة مناعية عشان تتخلص منه. الحالة الثانية أو السبب الثاني كتير مهم هو دخول الأنتيجن. هلأ بيقولكم إذا هذا الأنتيجن دخل سبكوتينيوس انتراديرمال يعني دخل عن طريق الجلد، هذا الأنتيجين رح يؤدي لزيادة الإميو ريسبونس. أما إذا هذا وطبعا ما كان في الريبرودكتيف أورغنز أو الجنريتيف أورغنز نفسهم، أما الأنتيجين إذا دخل انتروفينسلي يعني دخل على الدم دغري أو دخل على الميكوزا أو كان موجود في الجنريتيف أورغنز، هذا الأنتيجين رح يؤدي لزيادة التوليرانس، تمام؟ ثالث إشي هو الأدجوفنتس. هلأ إذا بتتذكروا إحنا حكينا عن الأدجوفنتس هم عبارة عن كيميكال سبستانسز بيؤدوا لزيادة الاستجابة المناعية، فأكيد رح تتذكروا لما تشوفوا أدجوفنتس إنه they favor stimulation، أما الأنتيجين اللي ما معه أدجوفنت it favors the tolerance، صح؟ آخر إشي بحكي لكم حتى نوع الأنتيجين presenting cell ممكن يعمل favoring للstimulation وممكن يعمل favoring للtolerance، فبحكي لكم إذا كانت هاي الأنتيجين presenting cell كانت متشور رح تلاقوا عندها نسبة عالية من الكوستيمولاترز وبالتالي رح تعمل immune response أقوى، أما إذا كانت immature أو resting واللي ذكرناها قبل لما حكينا عن أنواع الدندريتك سيلز فهاي بيكون أصلا عندها low levels of costimulators و cytokines وبالتالي it favors tolerance، تمام؟ هيك احنا خلصنا التي سيل توليرانس، ان شاء الله يكون بسيط حسيته كتير لطيف يعني. هلا البي سيل توليرانس، هلا البي سيل توليرانس يا جماعه بصير في البون مرو، تمام؟ ومتذكرين قبل شوي لما حكينا انه اذا كانت البي سيل كويسه احنا بنحبها بنحاول ان نعملها ريسبتر اديتنج، يعني لو لقينا انه عندها مشكله بنروح دغري بنعدلها وبنظبطها ونتخلص من المشكله، صح؟ فبقولكم انه بالبون مرو اذا كان في سترونج سيجنال بنعملها ريسبتر اديتنج. اذا متذكرين للتي سيلز لما كانوا يعملوا strong signal كنا دغري نقتلهم، صح؟ اما هون بحكي لكم strong signal رح تعمل receptor editing، فبحكي لكم انه طب كيف احنا بنعمل receptor editing؟ بكل بساطة بنروح على light chain structure بنظبط شكلها بنعملها modification بنظبطها خلاص بصير هذا الreceptor بطل self reactive receptor وتخلصنا من المشكلة. طيب سؤال، اذا هذا editing failed يعني اذا editing ما زبط ما قدرنا ان احنا نظبطها خلص بنقتلها، صح؟ ما هي ما زبطت، اوكي؟ بحكي لكم in contrast إذا كانت السيجنال ويك رح نعمل انرجي للسل وبنوديها على البريفيري تيشو خلص بطلت هذا بطلت سيف قصدي شو بطلت سيف بطلت ريسبونسيف، تمام؟ اطلعوا على هدول الرسمتين بحكي لكم إذا كان عندكم هاي افيديتي رح نحاول ان نعملها ريسبتر اديتنج، إذا زبط معنا خلص صار عندنا نون سيلف رياكتيف ديليش بي سيل، أما إذا ما زبط معنا فبنعملها ابوبتوسيس وبنقتلها، أما إذا كانت لو افيديتي اصلا دغري شو بنعملها دغري بنخليها انرجيك بنخليها انريسبونسيفنس عندها انريسبونسيفنس وبالتالي خلاص بطلت انها تستجيب، تمام؟ اوكي هذا اللي حكينا عنه كان السنترال بي سيل توليرانس، تمام؟ الموجود في الخلايا اللي بتكون برايمري ليمفويد اورجنز، واصلا قبل بدي اذكركم بهذا الاشي الاشياء اللي بيصير فيها تعديل هي البرايمري اورجنز، هلا رح تلاقوا هون انه ما عدلنا اشي، تمام؟ بحكي لكم بالبريفيرال بي سيل توليرانس يا اما بصير انرجي يا اما ديليشن يا اما انهبيشن، تمام؟ فبحكي لكم الانرجي او الديليشن بيصير ليش، ركزوا على هاي المعلومات. بحكي لكم اول اشي البي سيل هاي ممكن تموت بسبب عدم وجود سيلف رياكتيف تي هيلبر سيلز. طب كيف يعني هذا الحكي؟ هلا صح انتم بتعرفوا انه تي هيلبر سيلز من الاشياء اللي بتعملها انها تنشط البي سيل ميدييتد اميونيتي، صح هذا الحكي؟ فبكل بساطة إذا ما في سيلف رياكتيف تي هيلبر سيلز فما رح يكون سيلف رياكتيف بي سيلز وبالتالي ما رح يكون عندنا سيلف رياكتيف بي سيلز، تمام؟ إذا عدم وجود السيلف رياكتيف تي هيلبر سيلز بيؤدي لحل هاي المشكلة. تاني إشي الانت اميو ريسبونسز، تمام؟ الانت اميو ريسبونسز this would deprive البي سيل من الاديشنال ستيمولي. إحنا قبل شوي قلنا إذا ما في انت اميو ريسبونس وبالتالي ما في كوستيمولاشن وبالتالي هاي الخلية خلاص ما رح تقدر إنها تتنشط رح يصير لها انرجي. اخر شيء البيرسيستنت بي سيل ستيميوليشن واللي هو الستيميوليشن المتكرر للبي سيل، تمام؟ هون شو بحكي لكم؟ بحكي لكم طيب in some cases B cell binding to self antigens might activate inhibitory receptors، تمام؟ مرات لما تربط مع self antigen رح تعمل inhibition، تمام؟ وبالتالي signals تاعتها بتبطل موجودة، تمام؟
اوكي هلا رح نحكي عن الاوتو اميونيتي. تمام، الاوتو اميونيتي هي عباره عن انه الجسم تبعك يحارب يحارب الاشياء، يعني يكون سيلف رياكتيف، صح؟ يعني هذا اللي حكينا عنه كله بيؤدي لاوتو اميونيتي. تمام، فايش بحكي لكم؟ بحكي لكم بريك داون اوف ذا افورمنشند ميكانيزمز اوف سيلف توليرانس از بروبوزد تو بي ذا مين ريزن بيهايند اوتو اميونيتي. زي اللي حكينا في اول المحاضره انه اذا السيلف توليرانس ما نجح، اذا الجسم صار يهاجم نفسه او يهاجم اشياء غير مضره فيه، رح يؤدي لحدود لا سمح الله الأمراض الأوتو إميون ديزيزز. تمام، بحكي لكم إحنا عندنا نوعين من الأوتو إميون ديزيزز، يا إما سيستميك أوتو إميون ديزيزز، يعني في سيستم كامل مثل السيستميك لوبس إريثماتوسس واللي بيصير في الدم تاني، والنوع الثاني إنه يكون أورجان سبيسيفيك أوتو إميون ديزيز. أحكي لكم مثال كبير عليه واللي هو الديابيتس 1 اللي هو السكري. هلا إيش مشكلة السكري من نوع واحد؟ إنه الجسم قاعد بيهاجم البنكرياتك بيتا سيلز الموجودة في البنكرياس، فبتبطل تقدر إنها تفرز الانسولين، وبالتالي بيصير في عند هذا الانسان سكري. تمام، فهذا هو نوع من انواع الاورجان سبيسيفيك اوتو اميون ديزيز. عم بعطيكم مثال تاني، بحكي لكم المالتيبل سكليروسس او بالسي ان اس. تمام، فاذا عندنا نوعين بالاوتو اميون ديزيزز، يا اما في سيستم كامل يا اما في اورجان. تمام، بحكي لكم انه الاوتو اميون ديزيزز بيتميزوا وبيتشاركوا في انهم كلهم كرونيك مزمنين، لانه احنا بشكل مستمر عندنا اميو ريسبونس ضد هذا الانتيجين بروجريسيف اند سيلف perpetuating، يعني بيضل يجدد في حاله. تمام، بحكي لكم انه طب شو الاشياء اللي بتؤدي لاوتو اميون ديزيزز؟ هلا يا اما الجسم يصير يحارب نفسه بسبب جيناته، بسبب جينيتك سسبكتابيليتي، ويا اما بسبب انه هذا الانسان تعرض لانفايرومنتال تريجر. تمام، صار في إشي أدى إلى أنه يمرض في هذا المرض. تمام، فهلأ بدنا ندرس أول إشي كيف الجينات بتأدي لأوتو أميونيتي، وتاني إشي رح ندرسه كيف الانفيرومنتال تريجر بيأدي لأوتو أميونيتي. هلأ أول إشي الجينات بتأدي لأوتو أميونيتي إذا صار في مشكلة فيها. تمام، هلأ بحكي لكم إنه إحنا عندنا نوعين من المشاكل في الجينات اللي رح تؤدي لأوتو إميونيتي. يا إما مجموعة جينات مع بعض تشتغل مع بعض وتسوي لنا أوتو إميونيتي لا سمح الله، يا إما جين واحد يسوي لنا أوتو إميونيتي واللي هي منتشرة بشكل أقل لكنها أقوى. أوكي، هلأ إذا اشتغلت مجموعة جينات مع بعض وعملت لنا أوتو إميونيتي بنسميها مالتيبل جينيتك polymorphisms. تمام، شو اسمها؟ اسمها multiple genetic polymorphisms. من اسم multiple احنا عندنا كتير جينات صار فيها polymorphism وبالتالي سوت autoimmunity. طب سؤال، لما اجوا درسوا انه ايش الجينات اللي صار فيها مشكلة عشان تعمل autoimmunity، لقوا انه الجينات اللي بتصير فيها مشكلة وبتأدي لautoimmunity لmultiple genetic polymorphisms هي هاي الجينات اللي رح نحكي عنها اول. هلا اول اشي الميجر histocompatibility complex genes. تمام، هدول عندهم قدرة عالية انهم يربطوا مع سيلف انتيجين. تمام، فهدول جدا ممكن اي بوليمورفيزم تصير فيهم تؤدي لا جينيتك اوتو اميونيتي. ثاني شيء اذر جينز، يعني جينات تانية مثل ايش؟ مثل الكومبلمنت بروتينز، مثل السي دي 25، مثل الاف سي جاما ريسبتور 2 بي، ومثل الانسولين. هلا نبدا فيهم واحده واحده وتذكروهم لانه حكينا عنهم قبل. بحكي لكم اذا صار عندنا مشكله بالكومبلمنت بروتينز رح يؤدي هذا الشيء لاوتو اميونيتي. طيب كيف؟ متذكرين لما قلنا انه احنا عندنا شغله اسمها C1 ريسبتر واللي هو كان ايش يعمل؟ كان يعمل اميون كومبلكس كليرنس. تمام، فبحكي لكم بكل بساطه احنا ما عندنا كومبلمنت، عندنا مشكله في الكومبلمنت بروتينز، هاي الديفيشنسي بتنقص الاميون كومبلكس كليرنس وبالتالي بيصير في لوبس لايك اوتو اميون ديزيزز واللي حكينا عنه كتير اللي هو SLE. واذا متذكرين كنا نقول عدم وجود السي 1 بيؤدي لسيستميك لوبس اريثماتوسس، صح؟ فهذا واحد من انواع المشاكل اللي بتصير بسبب انه يصير في ديفيشنسي او في الكومبلمنت بروتينز. تمام، تاني اشي السي دي 25. هلا بحكي لكم انه مرات السي دي 25 بتصير في طفره بيطلع منه فاريانس، هاي الفاريانس بتعمل ريديوسينج للتي ريجولاتوري سيل فانكشن. خلص بينت المشكله، صح؟ اذا هي خربت التي ريجولاتوري سيل اكيد ادت لايش؟ ادت لاوتو اميون ديزيز. مثل ايش؟ مثل المالتيبل سكليروسس ومثل التايب 1 دايابيتيز. تمام، اوكي عندنا بعدين الاف سي جاما ريسبتور 2 بي وير ا فيريانت مايت ليد تو ريدوسد بي سيل انهيبيشن، برضه نوع من انواع جيناتها بتؤدي لتقليل من الانهيبيشن للبي سيل. ايش يعني هذا الحكي؟ يعني بتصير البي سيل اللي هي سيلف رياكتيف تشتغل وتعمل مشاكل في الجسم واحنا مش قادرين نثبطها لانه احنا عندنا مشكله في الاف سي ريسبتور 2 بيتا. تمام، اخر شيء الانسولين. الانسولين بحكي لكم انه مرات ممكن مشاكل بالانسولين تؤدي لريدوسد ثايمينك اكسبريشن وبالتالي بتقلل من عرض الانسولين للثايموسايتس فبتزيد البروبابيليتي ان احنا ننتج
سيلف رياكتيف سيلز، تمام؟ وبالتالي نعمل مشكله في السنترال توليرنس، ولا ايش بنادي للدايابيتس، تمام؟ اذا بكل بساطه اول شيء الجينات اللي بتادي للاوتو اميونيتي، اول نوع منها هي المالتيبل جينيتيك بوليمورفيزمز ام اتش سي او اذر جينز. شو هم هدول الجينز؟ كومبلمنت بروتينز، ممكن بيعملوا مشكله في الاميون كومبلكس كليرنس، وبيعطونا اس ال اي سي دي 25 اذا كان في مشكله، بيؤدي للريديوسينج بتي ريجوليتوري سيل فانكشن، الاف سي جاما ريسبتور 2 بي اذا صار في مشكله بنبطل قادرين ان نثبط البي سيلز، وبالتالي بيصير في اوتو رياكتيفيتي، والانسولين بيؤدي لتقليل الثايميك اكسبريشن، وبالتالي بيؤدي لامراض مثل السكري، تمام؟ اوكي، هلا بحكي لكم انه هاي الصوره مش للحفظ، بس اطلعوا عليها وشوفوا الاتش ال اي اليلز اللي بيؤدوا لاوتو اميون ديزيزز، تمام؟ شايفين الشغلات الموجوده بالازرق، هي الشغلات اللي احنا ذكرناها، وهي الشغلات اللي احنا مطالبين ان نحفظها. خلينا نراجعها بسرعه. شوفوا بحكي لكم الكومبلمنت ريسبتور سي 1 كيو سي 2 4 وسي 2 وسي 2 وسي 4. احنا قبل شوي قلنا انه الفانكشن تبعها انها شو تعمل اميون كومبلكس كليرنس، فاي مشكله بتصير فيها بتؤدي لسيستميك لوبس اريثماتوسس، تمام؟ هي اول وحده. ثاني شيء حكينا عنه هو السي دي 25، حكينا انه اذا صارت في مشكله رح يبطل قادر انه ايش يعمل، رح يبطل قادر انه رح يعمل تثبيط للتي ريجوليتوري سيلز وكمان التي سيل اكتيفيشن، وبالتالي بيعمل هاي الامراض. وبعدين عندكم السي تي ال اي 4 والاف سي جاما ريسبتور 2 بي، حكينا اف سي جاما ريسبتور 2 بي اذا خرب رح يبطل يقدر يعمل انهيبيشن للبي سيلز، وبرضه رح يؤدي لاس ال اي. لاحظوا انه هدول التنين بيعملوا نفس المشكله، اوكي السهم طلع غريب، اوكي هنا. وعندكم السي تي ال اي 4 روماتويد ارثرايتس وتي 1 دي، لانه بيعمل، انتم بتعرفوا بيعمل تي سيل انهيبيشن، الانسولين ايلت بيتا انتيجين، واذا خرب شو رح يصير؟ رح يصير عندنا تايب 1 دايابيتس، تمام؟ تي 1 دي يعني تايب 1 دايابيتس. لاحظوا انه تايب 1 دايابيتس بيصير بحاله مشكله في الانسولين، بيصير بحاله بسبب حاله مشكله في السي تي ال اي 4، وكمان بسبب حاله في السي دي 25، تمام؟ اوكي خلينا ننزل. بحكي لكم انه not all sections are required for memorizing، بس الاشياء اللي ذكرناها واللي هون انا حطيت عليها highlight، وشوفوا اذا اشي تاني نذكر كمان ان شيكوا على الموضوع احسن، تمام؟ النوع التاني من المشكلة اللي راح تصير في من النوع التاني من المشاكل اللي راح تصير، احنا قلنا يا اما تصير في عدة جينات ويا اما تصير في single gene، تمام؟ هلا اذا صارت في جين واحد، هذا الاشي نادر، يعني بالعادة ما بتصير autoimmune deficiency لانسان بسبب مشكلة في single gene، لكن لو صارت للأسف بتكون جدا اقوى ومرتبطه اكثر مع الاوتو اميونيتي، تمام؟ بحكي لكم ايش هم الجينات اللي لحاله هذا الجين لو صار في مشكله رح يؤدي ل اوتو اميونيتي. اول شيء البروتين اسمه الاي اي ار اي بروتين، تمام؟ هلا بحكي لكم هذا البروتين اللي بيعمله هو الاكسبريشن للسلف انتيجنز للثايمس، يعني بيودي السلف انتيجنز بيعملهم اكسبريشن وبيظهرهم لا الثايمس، يعني معناته له دور كبير في التوليرنس، صح؟ وفي السنترال توليرنس. خلص بينت بما انه هذا الاي اي ار اي بروتين مهم جدا في السنترال توليرنس، اذا صار في مشكله هذا الجين لحاله رح يعمل مشكله كبيره، رح يعمل لنا امراض، تمام؟ بحكي لكم ذس ديفكتس بالاكسبريشن تبع هذا الجين بيؤدي لا اسكيب اوف ماني سيلف رياكتيف تي لمفوسايت، رح نبطل نقدر نقتل السيلف رياكتيف تي لمفوسايت لانه كان يساعدنا في عرضها عشان نقتلها، تمام؟ هدول للاسف السيلف رياكتيف لينفوسايتس بيروحوا بيعملوا اتاكينج للاندوكراين اورجانز مثل الادرينالز الباراثايرويدز والبنكرياتيك ايلتس، تمام؟ اذا على وين بيروحوا، على وين بيعملوا هجوم؟ على الادرينالز على الباراثايرويدز والبنكرياتيك ايلتس، بيروحوا بيهاجموا الاندوكراين اورجانز، وهي مشكله بتعملنا مرض اسمه الاوتو اميون بولي اندوكراين سيندروم تايب 1. مبين من اسمه كيف نتذكره، بولي اندوكراين سيندروم هو اوتو اميون ديزيز بيصير في مهاجمه لاكثر من اندوكراين اورجانز. شو هم الاندوكراين اورجانز اللي بيصير لهم مهاجمه؟ الادرينالز الباراثايرويدز والبنكرياتيك ايلتس، تمام؟ تاني بروتين إذا صارت فيه مشكلة رح يؤدي ل أوتو إميون ديزيز، بروتين ذكرناه قبل شوي وحكينا إنه موجود بكميات كبيرة في التي ريجولاتوري سيل، صح؟ قبل شوي قلنا، فأكيد أي مشكلة موجودة فيه رح تؤدي لديفكت بالإميون سبريشن، تمام؟ وبالتالي رح تؤدي لإميون ديسريجوليشن بولي إندوكراينوباثي وإيش اسمه الأيبكس سيندروم، تمام؟ هاي كلها اسمها الأيبكس سيندروم، إميون ديسريجوليشن بولي إندوكراينوباثي انتروباثي اكس لينكد سيندروم، تمام؟
اوكي هاي هذا الصورتين رح تفرجيكم انه السكشن اي بتفرجيكم انه اذا الاي اي ار اي بروتين كان موجود وبيشتغل بشكل طبيعي ايش رح يصير، اما اذا صارت في ديفكت ايش رح يصير. شوفوا شو عشان تفهموها اكثر، هي بقولكم شوفوا الاي اي ار اي كيف قاعد بعرض السلف انتيجنز للتي سيل، بيحل بيعرف مشكلتها بالتالي بيقتلها او بيعمل تي ريجولاتوري سيل. اذا هو بطل موجود بطلنا قادرين نتعرف على السلف رياكتيف تي سيل، فصار عندنا اوتو اميون ديزيز واللي هو حكينا عنه اسمه البولي اندوكراين سيندروم، اوتو اميون بولي اندوكراين سيندروم تايب 1 اي بي اس 1. تمام اوكي، هلا بدنا نحكي عن صح قبل شوي قلنا انه في اشياء بيؤدوا للاوتو اميونيتي، اول شيء الجينز، ثاني شيء الانفايرمنت نفسها. هلا بدنا نحكي عن دور الانفايرمنت في الاوتو اميونيتي. تمام، هلا بكل بساطه ايش الشغلات اللي انت كشخص طبيعي ما عندك اي مشكله جينيه لا سمح الله تتعرض لمشكله تؤدي لاوتو اميونيتي تصير عندك. تمام، اول شيء انك تتعرض لميكروبيال ايجنتس يعني يفوت مسبب مرض على جسمك. تمام، هلا لازم تفهموا هدول الاشياء. اول شيء الباي ستاندر اكتيفيشن. تمام، هلا شوفوا شو الفكره، شو المشكله اللي بتصير عند هذا الانسان اللي تعرض لميكروبيال ايجنت وصار عنده باي ستاندر اكتيفيشن. هلا بكل بساطه بيصيروا البي سيلز والتي سيلز يتنشطوا بدون وجود انتيجين، خلص يتنشطوا ينهبلوا يعني يصيروا يعملوا اميو ريسبونس بدون اصلا ما في انتيجين. تمام، فهذا احنا بنسميه الباي ستاندر اكتيفيشن، يعني الانت اميو ريسبونسز للانفكشن بيؤدوا انه يصير عندنا تي سيل اكتيفيتنج سايتوكاينز، يصير عندنا كوستيمولييترز اند ذس اوفركمينج ذا توليرنس ميكانيزمز ان بلاي، يعني الخلية صارت تتنشط ومش قادرين ان احنا نثبطها، وبالتالي خرب معنا الاميون توليرنس وبالتالي ادى لاوتو اميونيتي. تمام، ثاني شيء هو الموليكيولر ميميكري. هلا ايش يعني ميميك؟ ميميك يعني هدول الاشياء يتشابهوا في الشكل او تو ميميك ايتش اذر. تمام، يكونوا متطابقين مع بعض. هلا هاي مشكله كتير كبيره. ايش بصير؟ هذا الانسان بتعرض لميكروبيال ايجنت، تمام، بتعرض لمسبب مرض معين. هلا شايفين شكل الانتيجين تبع مسبب المرض طلع بيشبه أنتيجين تاني موجود في الجسم، وهذا الأنتيجين التاني الموجود في الجسم مش مضر وكان موجود في الجسم من زمان، لكن فات مسبب المرض على الجسم، طلع في structural similarity بينهم التنين، فرحنا إحنا يعني جسمنا راح يعمل immune response للأنتيجين الغريب اللي دخل، صح؟ هذا المفروض يصير. تمام، لكن للأسف طلع في أنتيجين طبيعي بالجسم ومش لازم يتهاجم، صرنا نهاجمه. تمام، فبحكي لكم immune responses initiated by microbial antigens would eventually attack self antigens بسبب structural similarity بينهم. مثل ايش؟ مثل الروماتيك فيفر. بحكي لكم في حالة هذا المرض بروح الاميون سيستم بصير يعمل اتاكينج للجوينت للهارت وللسكن بس بسبب انه هذا الانسان صار له بكتيريال انفكشن. فممكن اصابة انسان بميكروبيال ايجنت تعمل مشكلة كبيرة وتؤدي لاوتو اميون ديزيزز عن طريق الباي ستاندر اكتيفيشن او الموليكيولر ميميكري. في حالة الباي ستاندر اكتيفيشن احنا بطلنا قادرين ان نقتل الخلايا اللي كانت اوتو رياكتيف، صرنا نعمل تنشيط كبير الاميون سيلز فصار الجسم يحارب نفسه. اما بالحالة الثانية الموليكيولر ميميكري شكل الانتيجين اللي دخل كان بيشبه شغلات تانية بالجسم وبالتالي صار الجسم يحارب نفسه. مثل ايش؟ مثل الروماتيك فيفر اللي جاي من بكتيريا الانفكشن لبكتيريا اسمها جروب 1 ستريبتوكوكاي. تمام، الحالة الثانية مش من مايكروب. الحالة الثانية شايفين الاميون بريفيليجد ارياز اللي عند الانسان واللي حكينا عنهم، حكينا عنهم اليوترس، عندنا الايز، عندنا التستس، وعندنا كمان ايش كمان يا ربي، الفيتس اوف ذا بريجننت وومن وايز وتستس وفي شغله تانية. اوكي، هلا هدول اذا صار لهم انجري، اذا للاسف تهاجموا رح يؤدي لانه الدم اللي كان هو طبعا هم ايش كانوا الاميون بريفيليجد ارياز، كان الدم اللي حواليهم ما يعرضهم لخلايا مناعيه كتير، مثلا كانوا في العين، مثلا العين ايفاسكولر، تمام، ما عندها دم اصلا، يعني ما بيوصلها دم وما بيوصلها خلايا مناعه، وبالتالي لو لا سمح الله حدا انضرب على عينه صار له انفلاميشن، صار له تروما، تمام، هذا الانسان رح يصير يوصل الدم على عينه وبالتالي رح يتعرض لخلايا مناعه، جسمه رح يحارب عينه ورح لا سمح الله ممكن يصير له عمى. تمام، فالانجوري للاميون بريفيليجد ارياز جدا خطير. الانتيجنز اللي بيكونوا ما بيوصلوها بيصيروا يوصلوها، تمام، وبالتالي بيصيروا يعملوا لها اتاك لانهم عمرهم ما وصلوها، بيشوفوها كأورجن غريب وبالتالي بيصير في اوتو اميون ديزيز. تمام، هلا هون بس بدي افرجيكم الرسمه، بحكي لكم في حاله السلف توليرنس انا بيكون عندي ريستينج تيشو او عليها دندريتك سيل وسوينا لها سلف توليرنس. بالحاله الثانيه لما كان عندنا كوستيمولرز وصارت عندنا مشكله، دخل هذا الميكروب فعمل مشكله وبالتالي ادى لاوتو اميونيتي واللي هي هاي عباره عن الاكتيفيشن اوف اي بي سيز. اما في حاله الموليكيولر ميميكري لاحظوا كيف الميكروب اللي دخل كان في بيبتايد بيشبه سلف بروتين، شوفوا بيشبهوا بعض التنين
وبالتالي أدى الأوتو إميونيتي. إن شاء الله تكونوا فهمتوا، ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله ما أكون خربطت بأي شيء.